زي ما احنا عارفين الموهبة دي حاجة مهمة جدا، وبتبقى كمان ما يعني من عند ربنا كده. يعني تلاقي الطفل وهو صغير ممكن يكون بيرسم بيغني بيعزف، لكن دلوقتي لما يكون عندك موهبة كده في الطبلة ويكون كمان أستاذك أستاذ كبير أو من أكبر الأساتذة في الإيقاع وهو الأستاذ سعيد الأرتيست، ويرشح الموهبة دي إنها تطلع في التلفزيون وكمان تقول سولو معاه في الحفلات وبيبروزها بروزة يعني نجومية زي ما بيقولوا. فالنهاردة احنا معانا نجمين، وهما من دلوقتي نجمين وكمان في المستقبل هيبقوا نجوم المستقبل. معانا آدم ومعانا أحمد، منورنا. شوف انت عبنولك حبيبي. عاملين ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ تمام. انتوا مكسوفين؟ لا مكسوفين. طب عندك كم سنة؟ 10. وانت؟ 13. وايه اللي خلاكم تنقوا الطبلة؟ لاني دي انا شفتها آلة مميزة وكمان يعني من بلدنا مصر. ايوه حلوة دي، حلوة دي، اخر 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 واحدة حلوة دي. وانت يا كوتي؟ عشان بتعمل بهجة، دي الحاجة اللي بنقولها للناس، لكن الحقيقة ان هي قريبة من قلبي. يا لهوي يا لهوي يا خراشي. مين علمك الكلام ده؟ لا هي كده، هي قريبة من قلبي يا حبيبي. يا قلبي انا. طيب احمد، عايز اسالك سؤال. ليه اخترت الطبله برضو زي ما سالنا ادم؟ ليه الطبله بالذات؟ ليه مثلا ما قلتش هعزف جيتار، هعزف بيانو، هعزف كمانجا؟ هي يعني قاعد كده متمكنين من البيانو، بعمل كده وكده، بس دي كده هنا قريبه من جسمي، فانا حاسس بيها. حاضنها يعني، حاسس في الناحيه الشمال، يعني في ناحيه القلب كمان. اي الله. طيب بقالك قد ايه بتطبل؟ ثلاث سنين. طيب وانت يا ادم الموضوع جه معاك ازاي؟ بدات الطبله ازاي؟ انا يعني بدات الطبله، كان بابا كان عنده طبل وكده، فابتديت امسكها واطبل عليها لحد ما لقيت نفسي بطلع حاجات ومقسوم وملفوف وكده، لحد ما هو صورني ورفعني على الفيسبوك، وعم سعيد شافني، مستر سعيد الارتست طبعا هو شافني. بعد كده يعني اتصل على بابا وقال له عايز ادم معايا في المعد. هو شايف ان انت ما شاء الله موهوب، وانا عارف طبعا الفيديوز بتاعتك يعني واخده برضو ترند ما شاء الله، واخده نسبه مشاهده عاليه، وكمان احمد عنده فيديوهات عظيمه على المسرح، بيطلع كده يعمل سولو، فعايزين حابين دلوقتي نسمع حاجه منكم انتوا الاثنين. ماشي. مجانين. ماشي.
ايه ده؟ ما هذا ما هذا؟ ما هذا؟ ده هزار. ايه الهزازه دي؟ انت مين اكتر واحد بدعمك؟ ايه؟ مين بدعمك؟ مامتي. مامتك؟ يا خراش. وبتروح معاك التدريب وكده؟ هي اللي بتوصلني، بتستناني تحت لغايه ما اخلص. وبتشجعك قوي، بتحب انك انت تكون تلعب على الطبله وتصير محترف اكتر؟ وبتاثر في مدرستك؟ لا، عم تعرف تقسم وقتك بين الشغل والدراسه والدراسه او الشغل الطبله والدراسه؟ بطبل، وفي اخر اليوم قبل ما انام بساعه كده عندي كتامه بتكتم الصوت وبطبل عليها. يعني كمان انت قبل ما تنام لازم تتمرن في البيت، فبتحط بقى يعني كل يوم عندك ساعه تمرين باليوم؟ وكم مره في الدرس في الاسبوع؟ بتدرب في الاسبوع مره مع مستر سعيد ارتست، بس في البيت بتدرب كل يوم قبل ما انام، وساعات ما بتدربش عشان لما ببقى في وقت الامتحانات ما بتدربش. طب ايديك ما بتوجعكش من كتر الطبله؟ لا خالص خالص. وانت يا باشا؟ انا مين اكتر حد بيدعمك؟ بابا ومستر سعيد الارتست. وبتتدرب كم مره في الاسبوع؟ لا يعني كتير، مش وقت معين يعني. كتير. وهل ده عم بيأثر على دراستك بأي طريقة؟ لا طبعا لا. ازيك انت في المدرسة؟ نعم. عامل ايه في المدرسة؟ كويس. لا كويس قد ايه؟ عاوزين تفاصيل. بصي انا يعني الاول يعني هقول لك بذاكر. بص انا ما بحبش الكذب بجد والله. بص بجد والله، انت هتفتحي ايه؟ انا وحشتك. بقول لك ايه، انت جامد. بروح اذاكر، اكتب واجبي، بعد كده بقى اخلص مذاكرتي وكل حاجه، ليا بقى وقت في الطبله، بعد كده العب مع اصحابي يعني يومي. لكن الاولويات بتاعتك مذاكره طبله وتمرين الطبله ولعب مع اصحابك او خروج، مش مثلا مذاكره ولعب مع اصحابك فطبله بعد كده بعدين؟ لا لا. طيب قولوا لي، يعني لما انتوا دلوقتي بتدرسوا مع طبعا حد عظيم زي استاذ سعيد الارتست، الراجل ده احنا بنسمع طبلته من ساعه ما اتولدنا لحد النهارده يعني. في كل السيديهات وكل الاغاني من الخليج لحد لمصر. قولوا لي بيعمل ايه معاكم في التمرين؟ يعني الراجل ده هو بيتكلم عليكم بيقول ده هم دول سعيد الارتست بتوع المستقبل، فقولي هو بيعمل معاكم ايه في التمرين؟ لا طبعا هو يعني انا بحبه جدا اولا. عم سعيد يعني لولا انا ما كنتش هوصل يعني للحاجه اللي انا وصل لها دلوقتي. وكمان عم سعيد بيعلمنا، بيأسسنا في كذا حاجه الاول يعني. مثلا يقول لنا قول دو، لا كده غلط، يعني ايه بيطلع منك احسن صوت لايدك والطبله بالظبط. مثلا يقول لنا قول دو سك، بعد كده يقول التك التانية تاك صغيرة كده. بيبدأ معاك من الحاجات البيزك زي ما بيقولوا كده. وانت بقى هي دي الحاجات الأساسية اللي تقدر تطور منها. بيطلع منك أحسن حركات، وبيخليك يعني بيقعد معاك، ممكن يقعد معاك يوم كامل، بس يخليك تطلع من الكورس مستفاد يعني. ما بيسيبش حد يمشي كده وهو ما استفادش. طيب قول لي، طيب يا أبو حميد دلوقتي أنا عايز أسألك سؤال. انت اول مره استاذ سعيد قال لك انت لازم تقول معايا سولو على المسرح، ما كنتش خايف؟ ما كنتش، لان دي اوبرا، بتبقى المكان مسرح كبير جدا، والحفله بتاعت الحاج سعيد ما شاء الله بتبقى مليانه على اخرها، فانت كان احساسك ايه وانت طالع كده بتطبل بقى اول مره؟ طبعا خايف، بس حفله في الثانيه اتعودت بقى خلاص يعني. يا واد انت يعني ايه ده دلوقتي لما تطلع على مسرح؟ ممكن اطلع دلوقتي، مش هخاف عادي. لا ده انت جامد قوي كمان. طب هتسمعونا ايه تاني؟ ممكن هو يقول سولو لوحده. اوكي. وانا اقول سولو لوحده. يلا بينا. يلا نبدا. مين؟ بس انا هخدم عليه في الاخر مقسوم. تعمل له ارضيه كده. بالظبط. بلغه المزيكا اسمها ارضيه، هو ادم هيعمل لك ارضيه الاول وانت عيش حياتك.
مبدع مبدع وفعلا نجم 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 يعني. شكرا. شكرا العفو. طيب هتسمعنا ايه دلوقتي؟ نجم كبير بس انت صغير، انت بس مفعولك كبير. يلا هتسمعنا ايه؟ سولو وسعيد صفا. يلا. برافو برافو عليكم. شكرا. بجد عايزين نسألك حاجه فيك، ابتسامتك بجد مبسوطه قوي انه ازاي كده ايقاعك عم بيكون انت مركز بس في نفس الوقت مش عم بتسيب علامات وشك، عم بتركز برضه على وشك غير عن الطبله، فدي حاجه حلوه انه انت تقدر اصلا تركز في حاجتين في نفس الوقت، ده بيثبت انه انت انسان شاطر وعارف انك عندك القوه كفايه انه انت تقدر تفصل بين الحاجتين اللي عم تعملها. شكرا. طب قدمي واحمد عايزين نسالكم اخر سؤال عشان نعرف بقى الجيمبي ده قصته ايه، تمام؟ عايز اسالكم ايه طموحاتكم للمستقبل؟ يعني انتوا شايفين احلامكم ايه؟ انا طموحي اني اطلع نجم زي مستر سعيد الارتست. نفسي اسافر كل الدول. وطبعا انا طلعت انترفيو كتير وكده. كمان سافرت دولتين، لبنان والصين. يا جامد انت. ويعني الحمد لله. انا طبعا والله العظيم انا مهما ما شكرت عم سعيد مش هيكون قد اللي عمله معايا، هو ساعدني كتير في حاجات كتيره، واقف جنبي وانا يعني بحبه جدا بصراحه. هو الراجل ده جميل ويستاهل. طب وانت يا ابو حميد احلامك ايه؟ نفسك تحقق ايه في حياتك؟ نفسي ابقى مشهور زي مستر سعيد. مش عارف بقى، انا بلعب بعزف طبلة وبلعب كورة، بس ممكن أطلع مشهور في حاجة تانية. لسه مش عارفين المستقبل مخبي ايه. مش
مش عارف والله. ان شاء الله مستقبلكم يكون فيه كل النجاحات اللي انتم عاوزينها. ان شاء الله. ان شاء الله. احكي لنا يا ادم قصه الجيمبي وعايزين بقى نختم بيه. تمام. دي آلة غربية اصلا من جنوب افريقيا، بس دي مش الحقيقية. هي التانية كلها خشب وبتبقى جلد. بالظبط، جلد طبيعي من فوق، مشدودة بحبال وكده. دي الاساسية، لكن دي اسمه الفايبر، دي من هنا يعني، لكن مش زي اللي انا جايبها. بابا كان جايب لي جيمبي افريقيه من جنوب افريقيا، كان اللي هي بقى بتتظبط بالحبال. بالزبط. وبتتشد بالحبال. أيوة. بتاعتها. طيب هتسمعنا ايه على الجيمبي؟ هسمعك حاجه على طب تعالى كده نجرب نلبس السديري بتاعها ونجرب كده نوري الساده المشاهدين ان قد ايه الاله دي ممكن تكون مهلكه، بس السعاده. تحب اساعدك في حاجه؟ دي طبعا لازم تتربط عشان تاخد شكلها العام طبعا. طيب. اوكي. انت بتعزف لاصحابك في المدرسه؟ في اخر السنه بيعملوا حفله فبطلع فيها. ايه؟ في اخر السنه بيعملوا حفله فانا بطلع فيها. طب نفسك تتعلم اي اله تانية؟ لا مبسوط مع الطبلة، او ممكن اتعلم اله تانية بقى في المستقبل. طب ايه؟ اتعلم مش عارف والله. مفيش حاجه في دماغك كده؟ انت كده خلاص جهزت يا ادم؟ اوكي. يلا. ايه بس يا قدومي الحلويات اللي انت عاملها دي بس؟ شكرا. ايه الحلويات دي يا اخي؟ ثواني بس اعدل لك الاول المايك بتاعك عشان اكيد هو قطع عليك. هساعده. قول لي يا ادم دلوقتي الجيمبي انا شايف بقى التكنيك بتاع عزفه غير الطبله خالص. طبعا. صح؟ يعني دلوقتي عشان انا مثلا بعزف طبله، هل سهل ان انا العب جيمبي واعزف جيمبي، ولا ده بقى محتاج تدريبات لوحده؟ لا هو ده طبعا ده لازم برضك ليه تدريب وليه طبعا ليه حاجات معينه، وممكن تكون يعني هي صعبه. الحاجات دي اصلا صعبه. وكمان طبعا انا معايا البنت بيبمارشنج فانت. دي يعني فرقه موسيقيه، وبتنزلوا تعملوا حفلات بقى ايفنتات ومارشات وحاجات كده. حفلات كده. طيب اوكي، قول لي دلوقتي مثلا بتتمرن على الجيمبي اكتر ولا الطبل اكتر؟ ايه اللي واخدك من التاني؟ ولا دي يعني كلهم في مستوى بعض يعني. بس نورتونا يا شباب. انا سعيد جدا النهارده. يعني غيرتونا جو كده ودخلتونا شويه فرفشه كده على الاستوديو. ثانك يو لإلك، وثانك يو كمان لإلك، وان شاء الله بالتوفيق وتحققوا كل احلامكم اللي بدكم اياها وتصيروا في المراتب العاليه وتعملوا حفلات لكم وبس كمان. طيب نحن للاسف فقرتنا خلصت، هنطلع فاصل، نرجع بعد الفاصل مع المستشار احمد فوزي حكايزي. خليكم معنا.